لقد أصبح التقاط صور لمختلف الأطباق عادة منتظمة بالنسبة للكثيرين منا، والبعض يحرص على أن تكون الصورة خالية من أي عيوب وتبدو وكأنها صورة محترفة ليتم تحميلها على تطبيق التواصل إنستغرام. معلومات جديدة كشفت قائمة لأكثر الصور التي تم تحميلها على إنستغرام بمشاركات من مختلف دول العالم، فجاءت صور أطباق المكرونة تحت هاشتاغ باستا في المرتبة الخامسة بمجموع 7,135,000 صورة تمت مشاركتها في التطبيق. وفي المرتبة الرابعة حلت أطباق السلطات تحت هاشتاغ سالد بمجموع صور بلغت 9,785,000. أما في المرتبة الثالثة فحل الدجاج وخصوصاً أجنحته، والتي تعتبر المفضلة للكثيرين في الولايات المتحدة بإجمالي أكثر من 11,900,000 صورة تحت هاشتاغ تشيكن. وإلى المرتبة الثانية مع الطبق الياباني الشهير وهو السوشي بمختلف أنواعه، وشملت حوالي 13,481,000 صورة تحت هاشتاغ سوشي. واحتل البيتزا الصدارة إذ حل في المرتبة الأولى بقائمة أكثر الأطعمة التي تم تحميلها على موقع إنستغرام تحت هاشتاغ بيتزا بحاصل بلغ أكثر من 19,700,000 صورة. وفي السياق ذاته تم الكشف عبر دراسة أمريكية حديثة أن التقاط صور جيدة للأطعمة لتحميلها على تطبيق إنستغرام يجعل الطعام يبدو أكثر لذة للشخص، ويعزى السبب إلى عامل نفسي يبين أن تأخير تناول الطعام يجعل الشخص يتشوق ويتطلع إلى الأكلة ذاتها، ما يجعله يعتقد أن مذاقها ألذ. لذا في المرة القادمة عندما ترى شخصاً يلتقط صورة لطبقه في المطعم، ضع في الاعتبار أنه قد يتمتع بوجبته أكثر منك. رشا خياط، العربية.